السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفينولز. المره اللي فاتت في المحاضره ان شاء الله اتكلمنا عن الالكولز واتكلمنا عنها بالتفصيل. طيب النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا على الفينولز. ايه هم الفينولز؟ الفينولز دي عباره عن هيدروكسيل جروب دايركتلي اتاتش ل اروماتيك سيستم. يعني زي مثلا ابسط مثال هندرسه وهو الفينول، حلقه بنزين وعليها الاو اتش جروب كلنا عارفينه اكيد. اول حاجه هنتكلم عنها هي الاسيديتي اوف فينول. طيب هنتكلم في ايه بالتحديد في المحاضره دي ان شاء الله؟ هنتكلم عن فيزيكال بروبرتيز الفينول، اسيديتي اوف فينولز، هنتكلم عن الكيميكال بروبرتيز بتاعت الفينول، الكيميكال رياكشنز بتاعت الفينول، هنتكلم عن السنسز اوف فينولز زي نحضره، هنتكلم عن باختصار عن الارايل ايثرز، عن الارايل ايثرز، وفي نهايه المحاضره هنلاقي بعض الكويزز اللي ناخد بالنا منها عشان خاطر نقدر نلم المحاضره بالمعلومات اللي فيها. طيب مبدئيا الفينول عباره عن اسيد، تمام، ولكن اسيد يعني ايه؟ يعني يقدر يعمل ريليز للبروتون وبالتالي نقدر نقول عليه اسيد. طيب هو strong acid ولا weak acid؟ لا سوري، هو للاسف weak acid. ليه؟ لانه بيديني strong conjugate base لما بتفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد. طيب ايه اللي بيخلي لي الفينول acidic؟ ايه هي sources of acidic of acidity للفينول؟ اول حاجه هنسميها positive M effect. يعني ايه positive M effect؟ positive نحطها معلومه اساسيه، اي ما نسمع كلمه positive يعني push للالكترونز. طيب نيجاتيف يعني الكترون ويزدرو. بوزيتيف ام اختصار ميزوميريك او ريزونانس لار افكت. بوزيتيف ام او بوزيتيف ريزونانس افكت معناها ان انا هيكون عندي شيرنج للالكترونز بتوعي اللي هم في الغالب بيكونوا انشيرد بير اوف الكترونز، او انه بيكون عندي كونجوجيشن، يبقى اعمل شير للالكترونز بتاعتي ثرو كونجوجيتد سيستم. طيب اما الاندكتيف افكت معناها ان انا هعمل دونيشن او ويذدرو للالكترونز ثرو سيجما بوند، عن طريق السيجما بوند، وده دايما بيظهر في الماتش مور الكترونيجاتيف اتوم لما تكون جنبيها كربون اتوم. على سبيل المثال اكسجين وجنبيها كربون، الاكسجين ماتش مور الكترونيجاتيف عن الكربون، فهنسميها ليها نيجاتيف اندكتيف افكت. طيب الميثيل جروب مثلا لما تبقى موجود على اي اروماتيك سيستم، الميثيل جروب ليها بوزيتيف اندكتيف افكت، يعني ليها دونيشن للالكترون ثرو سيجما بوند، فبالتالي نقدر نقول عليها بوزيتيف اندكتيف افكت. طيب خلينا نشوف مثلا بالنسبه للفينول المثال اللي موجود معانا، ادي الاو اتش وعليها الانشيرد بير بتاعها. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللون بير دول جنبيهم كونجوجيتد سيستم، مفيش مانع خالص ان هم ينزلوا يعملوا دبل بوند، وبعدين اعمل شيفت للباي بوند هنا، اجيب هنا نيجاتيف تشارج. يعني لو كملت الرسم بتاعي هلاقيه كده اهو، بس مفيش مشكله، هنا في نيجاتيف تشارج وهنا دبل بوند اكسجين، وادي الاتش وهنا في بوزيتيف تشارج دبل. لاحظت ايه؟ طبعا هيحصل هيكمل بقيه الريزونيتنج ستراكشرز بتاعتي، والنيجاتيف تشارج دي تنزل تعمل دبل بوند. خلينا نكملها وبعدين نقول الحكايه ايه. نيجاتيف تشارج تنزل تعمل دبل بوند، وبعدين افك البوند دي اجيب هنا نيجاتيف تشارج. لو رسمته كده مثلا هو الشكل اللي قدامنا ده بالظبط، اهو هجيب هنا نيجاتيف تشارج وهنا طبعا دبل ودبل، وهنا اكسجين اتش وهنا بوزيتيف تشارج. لو كملت بقيه الريزونيتنج ستراكشرز اعمل شيفت للباور بوند، اجيب هنا نيجاتيف تشارج وبعدين اجيب هنا دبل بوند، وبعدين افك اجيب هنا نيجاتيف تشارج. يعني هرسمه هيكون بهذا الايه الشكل، هتبقى هنا في نيجاتيف تشارج وهنا في دبل بوند، هنا دبل بوند، هنا دبل بوند، هنا الاكسجين وجنبيها بوزيتيف تشارج. اللي انا لاحظته ايه هنا؟ كده طبعا الاكسجين بوش للالكترونز ثرو كونجيجيتد سيستم دبل سنجل دبل سنجل، في الحاله دي اقول عليها بوزيتيف ام افكت او بوزيتيف ريزونانس افكت. طيب ايه اللي حصل ليه؟ ملخص الحكايه ان ده عمل جنريشن لبوزيتيف تشارج على الاكسجين اتوم. لما عمل جنريشن لبوزيتيف تشارج على الاكسجين اتوم، طيب البروتون هنا دلوقتي يحصل ايزلي او ايزي تو لوس ذا برودكت. طيب كده معناها ان الاسيديتي بتاعتي هتزيد نظرا للبوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم. خلينا فاكرين ان النيجاتيف تشارج دلوقتي حصل لها ديلوكاليزيشن على الكربون اتومز اللي موجوده فين؟ على الكربون اتومز اللي موجود على الكربون اتومز بتاعه البنزين رينج.
يبقى حصل ديلوكاليزيشن للنيجاتيف تشارج على الكربون اتومز. خلينا بس ايه هنا عشان نحتاج المعلومه دي بعد شويه. يبقى اول حاجه هنا دلوقتي لو كسرنا الاتش او اول حاجه اللون بير لو نزلت عملت دبل بوند هفك واكمل اجيب هنا نيجاتيف تشارج، اشارك في ريزونانس اجيب هنا نيجاتيف تشارج، اشارك في ريزونانس اجيب هنا نيجاتيف تشارج. كده حصل ديلوكاليزيشن للنيجاتيف تشارج على الكربون سيستم بتاعه. طيب ده بنسميه البوزيتيف ايفكت بتاع الاوكسجين اتوم. طيب السبب الثاني ايه؟ السبب الثاني انا دلوقتي بقول اي اسيد في الدنيا ان هو بيعمل ريليس للبروتون بيطلع لي كونجوجيت بيس، والله إيه لو كانت الكونجوجيت بيس بتاعتي دي ستابلايزد بالريزونانس او اي حاجه تقدر تعملها ستابلايزيشن بس اوكي ريليس يور بروتون اند جو اهيد، وبالتالي يبقى عنده اسيدتي عاليه. طيب خلينا نشوف دلوقتي لو عملنا كسرنا البروتون دوت، وطبعا هنعمل شيفت للبوند على الاوكسجين نجيب هنا نيجاتيف تشارج. ايه رايكم هنا بقى؟ نفس الحكايه النيجاتيف تشارج موجود على الاوكسجين اتوم هتشارك في ريزونانس معايا، تنزل تعمل دبل بوند افك واجيب هنا نيجاتيف تشارج صح؟ اكمل بقى زي ما عملت من شويه اجيب هنا نيجاتيف تشارج، اكمل اجيب هنا نيجاتيف تشارج، يبقى يحصل دي لوكاليزيشن. معنى كده ان ده بنسميه فينوكسايد، بنسميه فينوكسايد. الفينوكسايد انايون اللي اتكون معايا دوت بيحصل له ستابلايزيشن باي ريزونانس. يبقى السببين اول حاجه البوزيتيف ام افكت بتاع الاوكسجين اتوم، السبب الثاني هو الاستابلايزيشن بتاع الفينوكسايد انايون بالريزونانس. سؤال يا ترى مين اعلى من الاسيدتي؟ الكربوكسيليك اسيد ولا الفينول؟ طيب الفينول ولا الكحول؟ طب تعالى نشوف الكربوكسيليك اسيد كده ايه اللي هيحصل معايا؟ ادي الكربوكسيليك اسيد، خلينا نشيل البروتون دوت وبالتالي نحصل على الكربوكسيليت انايون. الكربوكسيليت انايون ستابلايز بالريزونانس اي نعم، النيجاتيف تشارج بتاعتي هيحصل لها دي لوكاليزيشن وتنزل تعمل دبل بوند افك البوند اجيب هنا نيجاتيف تشارج، يبقى هلاحظ ان النيجاتيف تشارج حصل لها دي لوكاليزيشن على الاكسجين دي والاكسجين دي. الله، طب انت فاكر ان احنا قلنا في الفينوكسيد انايون ان النيجاتيف تشارج بيحصل لها دي لوكاليزيشن على الكربون اتومز؟ ايه رايك؟ ده معناه ايه؟ معناه ان مين هيكون فيهم مور ستيبل؟ وجود النيجاتيف تشارج على الاكسجين اتوم افضل طبعا بكتير من وجودها على الكربون اتوم. فبالتالي هنقول مين مور ستيبل ككونجوجيت بيز؟ هنقول ان الكربوكسيليت اون ماتش مور ستيبل ذان فينوكسايد اماين، وبالتالي الكربوكسيليك اسيد ماتش مور اسيد ذان فينول. ننزل تحت شويه، خلاص هنفتكر دلوقتي ان الفينول بيديني الفينوكسايد، والفينوكسايد استابلايزد بالريزونانس ويبقى عنده ريزونانس. طب الالكحول لما نشيل البروتون دوت يديني الالكوكسايد، الالكوكسايد ده للاسف ما بيحصلوش استابلايزيشن ريزونانس. يبقى هنقول مين في دول مور اسيديك؟ هنقول ان الفينول ماتش مور اسيديك ذان الكحول. ليه؟ لان الفينوكسايد انايون الكونجكت بيز اللي طالع معايا بيحصل له استابلايزيشن ريزونانس انما ده ما بيحصلش مع الالكوكسايد. طيب نيجي لو انا عندي بقى في الفينول عليه اي سبستيتوت، يعني مثلا اي فانكشن جروب موجود على البنزين رانج على سبيل المثال، خلينا نقول افكرك بس بسرعه كده، ادي الفينول اهوت وادي البوزيتيف ام افكت بتاع الاو اتش صح؟ يعني هيعمل ايه؟ هيعمل لي بوش للالكترون صح انسايد الرينج، هيعمل لي بوش للالكترون انسايد الرينج. الله، معنى كده ان انا لو عندي اي الكترون ويزدروينج جروب، لو في اي الكترون ويزدروينج جروب تسحب الالكترونز تعمل ري انفورسمنت للبوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم، او ان هي تعمل لي تسحب الالكترونز وتعمل فلو للالكترونز من الاكسجين اتوم، معناها هتعمل ايه؟ هتزود الاسيديتي زي الهالوجين الفلو الكلور البرومايد مثلا الايونايد، زي مثلا النيترو جروب ليها سترونج الكترو ويزدرون افكت. طيب نرجع لكلامنا. طيب لو الكلام بقى مضاد، يعني لو انا عندي فانكشن جروب هتعمل ايه؟ اوبوز، هتعاكس البوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم الكترون دونر، زي مثلا الالكايل جروب، زي مثلا الاو اتش او الان اتش 2 في اماكن معينه هنقول عليها بس بعد شويه، احنا بنتكلم دلوقتي ان جنرال. يبقى لو في اي فانكشن جروب هتقدر دي الكترون دونر هتعمل اوبوز للبوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم، هتعمل لي لوكاليزيشن للالكترون دنسيتي على الاكسجين اتوم، هتزود الالكترون دنسيتي تخليه يمسك في البروتون ده للاسيديتي، تقلل الايه؟ الاسيديتي.
طيب تعالوا الاول نشوف اول اكزامبل معايا، نعمل اريز للكلام ده ونشوف. لو انا عندي اورثو بارا ميتا ميثيل جروب، ميثيل جروب في اي مكان على الرنج ليها بوزيتيف اندكتيف افكت، بوزيتيف اي افكت. احنا لسه قايلينها من شويه، اندكتيف يعني ايه؟ يعني الكترون ثرو سيجما بوند، بوزيتيف يعني بوشت الالكترون ثرو سيجما بوند، يعني الكترون دونر. خلاص طالما ان هي الكترون دونر هتعمل اوبوز للبوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم، وبالتالي هتقلل الاسيديتي، هتقلل الاسيديتي لان هي هتزود الالكترون دنسيتي على الاكسجين اتوم فتقلل الاسيديتي. طيب نيجي هنا نشوف، لو انا عندي اورثو او بارا او ميتا نيترو جروب، النيترو جروب موجوده في اي مكان على الرينج، هتعمل ايه في الاسيديتي؟ هتزود الاسيديتي. طب ليه هتزود الاسيديتي؟ لان انا عندي النيترو جروب لها سترونج نيجاتيف اندكتيف نيجاتيف ميزوماريك افكت، يعني لها الكترون ويزدرون افكت، هتسحب الالكترون دنسيتي، فتقوم تعمل ايه؟ تقلل الالكترون دنسيتي على الاكسجين اتوم من فوق، هتزود لي الافكت بتاع البوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم، فبالتالي تزود الاسيديتي. طيب يبقى سؤال، يا ترى مين اعلى في الاسيديتي؟ الاورثو او البارا؟ الاثنين زي بعض، هناخد الاثنين تقريبا شبه بعض، الاورثو او البارا نيتروفينول ولا الميتا نيتروفينول؟ لو احنا قلنا مثلا نرسم اهوت ادي الاورثو او البارا نيتروفينول، وهنا ادي الفينول وادي الميتا نيتروفينول، الاورثو زي البارا خلاص، وادي هنا الاوش وهنا النيترو. طيب انا عايز الناس تركز معايا وتاخد بالها من حاجه مهمه يا غايه. بس خليها هنا، النيترو جروب ليها نيجاتيف اندكتيف افكت. ليه؟ نيجاتيف اي. طيب نيجاتيف اي ليه؟ لان النيتروجين اتوم هنا اعلى في الالكترون دين الكترون نيجاتيفيتي من الكربون، وبالتالي معناها نيجاتيف اندكتيف افكت عالي، هتسحب. طيب هنا النيتروجين اتوم هي نيتروجين وكربون، فبالتالي برضه ليها نيجاتيف اندكتيف افكت، يبقى الاثنين كده متساويين. يجي في الام افكت، طبعا النيترو جروب ليها نيجاتيف ام افكت، يعني هتعمل ايه؟ هتسحب الالكترونز من الايه؟ من الكونجوجيتد سيستم. طيب لما تسحب الالكترونز من الكونجوجيتد سيستم دبل سنجل دبل سنجل يبقى نيجاتيف. طيب نشغل دي ونشغل دي. طيب لو عملنا شيفت للباي بوند، تعمل هنا دبل، اجيب هنا ايه؟ بوزيتيف تشارج. هتعمل الخطوه اللي بعدها شيفت للباي بوند، هنا هجيب هنا ايه؟ بوزيتيف تشارج. ماشي، انتظر دلوقتي، خلينا نشوف التانية هيحصل فيها ايه. طيب لو عملنا هنا شيفت للباي بوند، جيب هنا دبل بوند، طبعا النيترو جروب ممكن نرسمها كده، ان دبل بوند او ان سنجل بوند، هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف كده، ويحصل شيفت للباي بوند هنا، فتكمل بقيت ريزنس. طيب هجيب هنا البوزيتيف تشارج. طيب لو كملت جبت هنا دبل بوند، يبقى هجيب هنا بوزيتيف تشارج، صح؟ طيب لو كملت جبت هنا دبل بوند، هجيب هنا بوزيتيف تشارج. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان النيجاتيف ام افكت، نيجاتيف ام افكت، النيجاتيف ام افكت في حاله النيترو جروب وهي موجوده في الميتا بوزيشن ما بيجيبليش بوزيتيف تشارج، ما بيجيبليش بوزيتيف تشارج تحت الاكسجين اتوم. هنا نشوف يجيب لي بوزيتيف تشارج تحت الاكسجين اتوم، ده ايه معناه؟ ايه معناه هنا؟ ان البوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم يشتغل وبسرعه، البوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين اتوم هيشتغل ولكن ببطء. ليه؟ لان هنا ماتش مور الكترون ديفيشنت كربون اتوم دايركتلي اتاتش للاكسجين، فبالتالي محتاج يعوض، فبالتالي محتاج يتفاعل اسرع، فبالتالي هقول النيترو جروب ليها نيجاتيف ام افكت وشغال كويس جدا وهي في البارا او في الاورثو. طيب لو في الاورثو، مثلا لو حطينا الجروب في الاورثو هيحصل نفس الكلام، عمل شيفت للباي بوند هنا، هجيب على طول البوست في الشارج تحت الاكسجين، قلنا الاورثو زي البار. طيب فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل ان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت النيترو جروب بالنيجاتيف اي نيجاتيف ام هتبقى شغاله كويس جدا، وهتبقى في جود ريليشن مع او اتش، فبالتالي تزيد الاسيديتي. اما وهي موجوده في الميتا بوزيشن، لا، النيجاتيف اندكتيف افكت بس هيكون هو اللي شغال، ولكن النيجاتيف ام هيكون ضعيف شويه. ليه؟ لان ما بيعملش، ما بيجيبليش البوزيتيف تشارج تحت الاكسجين اتوم، او ما بيخليش الكربون اتوم اللي هي طريقه الاتاتش بالاكسجين ماتش مور الكترون ديفيشنت كومبيرد بالايه؟ بالبارا بوزيشن. يبقى في النهايه اقول مين اعلى في الاسيديتي؟ اقول ان الاورثو او البارا اعلى في الاسيديتي من الميتا نيترو فينول. طيب نشيل الكلام ده
ونكمل على الهالوجنز. الهالوجنز في اي مكان ليها نيجاتيف امباكت وافكت. طبعا احنا كلنا عارفين ان الهالوجين عندها انشورت بير في الاوتر موست شيل، ولكن النيجاتيف اندكتيف افكت بتاعها هيكون اعلى من البوزيتيف ام افكت بتاعها، فبالتالي هنقول ان الهالوجينز كلها بتزود الاسيديتي نظرا للنيجاتيف اندكتيف افكت بتاعها. طيب نيجي للامينو جروب والميثوكسي جروب. الامينو والميثوكسي هنا وضعهم هيبقى مختلف. الامينو جروب والميثوكسي جروب كل واحده منها الاكسجين اتوم عندها انشورت بير، النيتروجين اتوم عندها انشورت بير. طيب الاكسجين اتوم والنيتروجين اتوم اعلى في الالكترونيجاتيفيتي من الكربون، اعلى في الالكترونيجاتيفيتي من الكربون، فبالتالي هلاقي ليهم كلهم نيجاتيف اي، مفيش مشكله. ولكن البوزيتيف اما افكت بتاع الاو اتش والان اتش 2 هيشتغل امتى اعلى، والنيجاتيف اندكتيف افكت هيشتغل امتى اعلى. خليني معلش همسح الكلام، هرجع بس خطوه للخلف عشان اخد مساحه ارسم فيها. هقول مثلا لو انا عندي دلوقتي الاو اتش والان اتش 2 زي بعض، فاحنا هناخد مثال واحد. هناخد مثلا هنا لو انا عندي ال NH2 وهي موجوده في البارا، قلنا البارا زي الاورثو تقريبا NH2، يبقى هنا NH2 عندها طبعا انشيرد بير، وهنا ال OH، ونفس الحكايه لو هي موجوده في الميتا بوزيشن، ادي ال NH2 وهي موجوده في الميتا بوزيشن، وهنا ادي الايه؟ الاو اتش. يا ترى مين في دول هيكون اعلى في الاسيديتي؟ الاول خلينا نحدد الاثنين دول لهم نيجاتيف اندكتيف افكت، هنا في نيجاتيف اندكتيف وهنا في نيجاتيف اندكتيف. طبعا لان النيتروجين اتوم اعلى في الالكترونيجاتيفيتي من الكربون فهتسحب منها، فنقول نيجاتيف اندكتيف، هتسحب منها بالسيجما بوند، يعني هتسحب منها بالايه؟ بالسيجما بوند. طيب نيجي بقى نتكلم عن الميزوميريك افكت. هنا النيتروجين اتوم عندها انشورت بير يبقى الدونر. طيب دونر الالكترون تنزل تعمل هنا دبل بوند، كويس افك دي اجيب هنا نيجاتيف تشارج. سوري خليني اوصل التشارجر. طيب خليني اكمل هنا واقول هجيب هنا نيجاتيف تشارج، كويس. طيب اكمل تاني ريزونانس هجيب هنا نيجاتيف تشارج. انا عايز الناس تركز، يبقى احنا جبنا نيجاتيف تشارج تحت الاكسجين اتوم. طب الاكسجين عندها الكترون، طب الالكترونز وتحتها الكترونز ريبالشن، معناها ايه؟ هتعمل ايه في البوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين؟ هتمنعها، صح؟ طيب خلينا نيجي هنا نشوف، ننزل اللومبر دول تعمل دبل بوند، افك دي واجيب هنا اعمل نيجاتيف تشارج، افك دي انزل دي اعمل دبل بوند، اجيب هنا نيجاتيف شارج، جبت نيجاتيف شارج. طب اكمل انا بعمل ريزونانس، نزل دبل بوند اجيب هنا نيجاتيف ايه شارج. لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان الامينو جروب وهي موجوده في الميتا بوزيشن ما جابتليش نيجاتيف شارج تحت الاكسجين اتوم. الله، معنى كده ان فيه ان الاكسجين اتوم الاو اتش يعني تقدر تشتغل بالبوزيتيف ام افكت بتاعها شويه، صح؟ طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان النيجاتيف ام ان البوزيتيف ام افكت بتاع ال ان اتش 2 از نوت افكتيف، نوت افكتيف. طب شغله هيكون بايه؟ نيجاتيف اي. ناخد بالنا بقى هيكون بالايه؟ بالنيجاتيف اي. طيب نيجي هنا، هنا في نيجاتيف اي ولكن البوزيتيف ام افكت بتاع ال ان اتش 2 جاب لي نيجاتيف تشارج تحت الاكسجين، عمل لي لوكاليزيشن للنيجاتيف تشارج تحت الاكسجين اتوم، فبالتالي هيضعف البوزيتيف ام افكت بتاعت الاو اتش، وبالتالي هيعمل ايه في الاسيديتي؟ دروب الاسيديتي. يبقى البوزيتيف ام افكت هيكون اعلى من النيجاتيف اندكتيف افكت، فبالتالي هيعمل ايه في الاسيديتي؟ هنا دروب للاسيديتي. طب هنا النيجاتيف اندكتيف افكت هو اللي هيكون شغال وافكتيف عن البوزيتيف ام افكت، يبقى هيكون افكتيف وشغال عن البوزيتيف ام افكت، فبالتالي هيعمل ايه في الاسيديتي؟ هيزود الاسيديتي. يبقى مين اعلى في الاسيديتي؟ الميتا نيترو، الميتا امينو فينول او الميتا هيدروكسي فينول اعلى من الايه؟ اعلى من البارا امينو فينول. يبقى الميتا امينو فينول اعلى من مين؟ اعلى من البارا امينو فينول في الاسيديتي. خلاص واحنا كده اتكلمنا عن الجزئيه دي كده بالايه؟ بالتفصيل. خلينا نعمل ريليز عشان ايه تقدروا تشوفوا كويس. طيب بعد كده طبعا الاسيديتي كل ما بتقل البي كي اي كل ما بتزيد الاسيديتي، فهنا مثلا البارا نيترو فينول البي كي اي بتاعته 7.15 7.22 8.25، كل ما بتقل البي كي اي كل ما بتزيد
الاسيتات. هنا مطلوب منك سيادتك تقدر تعمل لي ارنجمنت مين في دول اعلى في الاسيتات. طبعا الاقوى في الالكترونيجاتيفيتي النيترو جروب اعلى من الهالوجين في الالكترونيجاتيفيتي. طيب مين اعلى في الاسيديتي، السلفونيك جروب ولا الكربوكسيليك ولا الفينو ولا الالكول؟ طبعا الفينول اعلى من الالكول، والاسيد والكربوكسيليك اسيد اعلى، البنزويك اسيد اعلى من الفينول. طيب مين اعلى، البنزين سلفونيك اسيد ولا البنزويك اسيد؟ لا هنرجع بس خطوه للخلف، هنلاقي ان البنزويت ككربوكسيليت انايون والسلفونيت كانايون، الاستابيلايزيشن بتاع البنزين سلفونيت اعلى بكتير من البنزويك اسيد كانايون. ليه؟ لان النيجاتيف تشارج هيحصل لها ديسبيرشن على 3 اكسجين اتومز، فبالتالي هيحصل لها ستابلايزيشن اكتر من الكربوكسيليت انايون، لانه بيحصل لها ستابلايزيشن للنيجاتيف تشارج على 2 اكسجين اتومز. فهنقول ان ده اعلى من ده من ده، وده نفس الحكايه، النيترو اعلى من الكلور، اعلى من الفينول، اعلى من الباراميثيل، وهكذا. طيب البروبرتيز بتاعت الفينول، الفينول ده يا جماعه بنستخدمه كانتيسبتيك ديس انفكتنت من ضمن المطهرات يعني، وبنستخدمه في صناعه الدايز وطبعا دراجز. طبعا الفينول الصغيره دي بتخش انكوربريشن في دراجز كتيره جدا جدا جدا، في وموديفيكيشن لبعض الدراجز بنستخدمها كتير جدا في الديزاين. الاندوفينول بيتحضر من البارانيتروزوفينول مع الفينول في وجود الكونكسافوريك، بيديني حاجه اسمها الاندوفينول. طيب ايه هي الميثودز اوف سينثيس اوف فينول، ازاي احضر الفينول؟ عندي طرق كتير قوي. اول طريقه من ضمنها ان انا اجيب، لو انا عندي مثلا انيلين ديريفاتيفز زي الامين الجوفي اقدر اعمل لها ساند مير رياكشن، وده هتاخدوه بالتفصيل في الامينز ان شاء الله. نحولها الى ديازونيوم سولت، وبعد الديازونيوم سولت نعمل لها هيتنج مع ميه تبقى على طول فينول. هناخدها بعد كده بالتفصيل في الامين ان شاء الله. الطرق الثانيه اندستريال ميثودز، ممكن نجيبها من البنزين سلفونيك اسيد. البنزين سلفونيك اسيد هناخده لما نيجي ندرس البنزين سلفونيك اسيد ديريفاتيفز. لو انا عندي هنا اس او 3 اس او 3 اتش اقدر اعمل لها فيوجن مع صوديوم هيدروكسيد، ولما اعمل لها فيوجن مع صوديوم هيدروكسيد على طول هيشيل المجموعه دي كلها ويخليها لي او اتش، وبالتالي اقدر احضر الفينول. دول بروسيس عن طريق نيوكليفيليك او مالتي سبستيوشن، لو انا عندي بارا نيترو كلورو بنزين افعله مع صوديوم هيدروكسيد، والرياكشن هيمشي اديشن اليمنيشن ميكانيزم، هشيل الكلور دي ويدخل لي مكانها الاو اتش. طبعا اقدر اعمل، طبعا بما اني بستخدم صوديوم هيدروكسيد هيبقى الكوك، هيبقى فينوكسيد في النهايه، اقدر اعمل له اسيدفيكيشن باسيديك ميديوم يقوم يطلع لي الفينول. الطريقه الثالثه عن طريق كيومين هيدروكسيد ميثود، ودي بتتم يا جماعه على ثلاث خطوات. الخطوه الاولى عباره عن فريدل كلاس الكيليشن، فريدل كلاس الكيليشن ودي بجيب فيها البنزين مع البروبين. البروبين في وجود الفوسفوريك اسيد 250 درجه هيديني الكيومين، الكيومين اللي هو الايزوبروبايل بنزين. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الدبل بوند بتعمل ابستراكت للبروتون من الفوسفوريك اسيد، ماركولينكوف اديشن، يعني الهيدروجين هيروح على التيرمينال سي 2 ويجيب لي كاربوكاتاين جنريشن في النص، وبعدين البنزين بتعمل اتاك عليه وهتشبك فين؟ في النص، فيطلع لي الكيومين. طيب الميكانيزم طبعا بالتفصيل احنا هنتكلم عنه باختصار عن الميكانيزم. الخطوه الثانيه الكيومين يحصل له اوكسيديشن بالاكسجين من 90 ل 130 درجه هيديني الهيدروبروكسيد. لما اقول كيومين هيدروبروكسيد ده الكيومين اهو، ده الكيومين، شايفين الاتش دي؟ الاتش دي هيعمل انسرشن للتو اوكسجين اتوم. طيب كيومين هيدروبروكسيد افتكر كده الهيدروجين بير اوكسيد اتش او اتش، ده هيدروجين بير اوكسيد اهو، هيدروجين بير اوكسيد كيومين بير اوكسيد، هو بالظبط. يبقى لما اقول هيدروجين كيومين، يبقى كيومين هيدروبروكسيد هيدروجين بير اوكسيد. طيب اخد الكيومين هيدروبروكسيد وبعد كده اعمل افعله مع السلفوريك اسيد، هيحصل ري ارانجمنت عن طريق 1 2 شيفت للفينل جروب دي، هيحصل لها شيفت على الاكسجين. اذا طبعا في كذا ستيب وكذا خطوه مفيش داعي ليهم اختصارا للوقت عشان نظبط. طيب يبقى الفينل جروب هيحصل لها 1 2 شيفت، يحصل لها 1 2 شيفت، وبالتالي في النهايه خالص هيطلع لي الايه؟ الفينول. يبقى اذا الكيومين هيدروكسيد هيطلع لي 3، هيمشي عن طريق 3 ستيبس. اول حاجه ان فريدي كلاس الكيليشن، الخطوه الثانيه يطلع لي الكيومين، اعمل له اوكسيديشن دي الكيومين هيدروكسيد، بعد كده افعل مع السلفوريك اسيد هيدروليسيس هيحصل هيدروليتيك ري ارانجمنت،
وفي النهاية أحصل على الفينول. والري أرنجمنت عبارة عن 1 2 شيفت، بس احنا عايزين نعرف أكتر من كده في الميكانيزم ده. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن الرياكشنز أوف فينولز. الفينول ممكن تتفاعل إزاي؟ الأول أول حاجة الفينول مع الفيريك كلورايد هيديني فايلوت كلر. أنا لو أنا واقف في المعمل وعايز أعرف إن الفينول بتاعي مديني معايا فينول ولا لأ، تيست تيوب صغيره واجيب شويه فيريك كلورايد هيدينا على طول فايلوت كلر او جرين كلر، لان طبعا لو الفينوليك او اتش دي موجود على استراكشرز كبيره زي مثلا زي النافتولز في الغالب بتديني جرين كلرز. فالفايلوت كلر للسمول موليكولز زي مثلا الساليسيليك اسيد لو اتش موجوده على فينوليك جرو على فينوليك سيستم بس بتديني ايه فايلوت كلر. في حاجات ثانيه ممكن تدي جرين كلر بس اني واي بتديني كلر. الفينولز بيهيف از ويك اسيد. اه طبعا احنا قلناها من شويه لان الفينول بتديني سترونج كونجوجيت بيز وهو الفينوكسين. طيب رقم ثلاثه من الرياكشنز بتاعت الفينول ان هو نقدر نعمل ايثرز. اه نقدر نعمل ايثرز. طبعا انا لو جبت الفينول فعلته مع صوديوم هيدروكسيد، احنا قلنا ان الفينول عباره عن اسيد يعني يقدر يعمل ريليس للبروتون ويتفاعل مع بيز فيطلع لي الفينوكسين. الفينوكسين ده عباره عن ايه؟ الفينوكسيد ده عباره عن ايه؟ من الاكسجين بوزيتيف والاو عليها نيجاتيف تشارج، يعني يعتبر نيوكليوفايل، يعتبر نيوكليوفايل. طيب او هو نيوكليوفايل، وهنا سي اتش 3 سي اتش 2 اي هنا في ده عباره عن الكايل هالايد، الكايل هالايد، ده عباره عن رياكشن اس ان 2 رياكشن نيوكليوفيليك سبستيوشن، وده اكيد اخذتوه في النيوكليوفيليك سبستيوشن رياكشن. طيب هنا في بارشل نيجاتيف وهنا في بارشل بوزيتيف، اللي يحصل النيوكليوفايل هيعمل اتاك على سي اتش 2 تخرج الايودايد، تخرج الايه؟ الايودايد، ويطلع طبعا من التفاعل صوديوم ايودايد ويديني الالكايل فينايل ايثر او الالكايل ارايل ايثر. طيب بعد كده استايليشن للفينول. هنا معايا الفينول هطلع الاتش دي فعلها مع اسيتيك انهيدرايد في وجود صوديوم اسيتيت، هيدخل مكان الاتش دي مجموعه اسيتايل، مجموعه الاسيتايل اللي هي سي او سي اتش 3 يديني اسيتايل فينول. طيب الاسيتايل فينول او الاسايل فينول ان جنرال، كلمه اسيتايل لما اجي احدد اقول سي اتش 3 سي او، والاسايل خلاص ار سي او ان جنرال، ار ار سي او دي معناها ان هي دي مجموعه اسايل، مجموعه اسايل. طيب لما اجي اشتغل على اسيتايل فينول هعمل حاجه اسمها فرايز ري ارانجمنت، هيحصل ري ارانجمنت بس امتى؟ في وجود لويس اسيد زي الالومنيوم كلورايد وتمبريتشر وايه وتمبريتشر، ات لو تمبريتشر الري ارنجمنت لمجموعه الاسيتايل دي هتروح في البارا بوزيشن اللي هو كاينتيك كنترول رياكشن، ولو رفعنا درجه الحراره شويه خليناها 160 هتروح على طول الاسيتايل جروب في ايه؟ في الاورثو بوزيشن. طيب يا ترى الميكانيزم بيمشي ازاي؟ انا عندي هنا عشان يتكون التو برودكتس دول طبعا ده ديبنس على التمبريتشر اللي موجوده عندي. الرياكشن بتاعي او الميكانيزم بتاعي بيمشي باحد طريقتين، انترا مولكيولر او انتر مولكيولر. انترا يعني الري ارنجمنت يحصل جوه الجزيء داخل منه فيه يعني. طيب اما الانترا مولكيولر لا، ده بتوين مولكيولز يعني بين الجزيئات بيحصل الري ارنجمنت. طيب خلينا الاول نقول ادي الاسيتاين الفينول في وجود اللويس اسيد عند 160 درجه، يبقى احنا ماشيين في تكوين الايه؟ في تكوين الاورثو عند 160 درجه. يبقى ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه اللون بير بتوع الاكسجين اتوم، اللون بير بتوع الاكسجين اتوم هيعملوا اتاك على الالومنيوم كلورايد، بالتحديد الالومنيوم. ليه؟ لان انا لو لاحظت هلاقي ان الالومنيوم متصل بايه؟ كام كلور؟ 3 كلور. طيب كل دول بيسحبوا يا جماعه، فهنا الكلور الالومنيوم الكترون ديفيشنت، الالكترون دنسيتي عليه قليله، فاللومبير اللي على الاكسجين تعمل اتاك على الالومنيوم ايه؟ على الالومنيوم. طيب فتعمل كومبلكس اتكسر بسهوله ويطلع لي مجموعه الاسيتايل، مجموعه الاسيتايل هعمل شيفت شيفت للبومبه ارجعها على الاكسجين عشان ارجع اللومبير بتوعها واطلع الاثيليوم ايون اللي هو ار سي او بلس. ده عباره يا جماعه عباره عن الكتروفايل، من هنا بقى الميكانيزم هيكمل الكتروفيليك سبستيوشن. طيب كلمة الكتروفيليك سبستيوشن، الكتروفيليك سبستيوشن يعني انا هتفاعل مع الكتروفايل، سبستيوشن هشيل حاجة، هشيل حاجة واحط مكانها الالكتروفايل، عشان كده بسميها بقول الكتروفيليك سبستيوشن. طيب اي الكتروفيليك سبستيوشن من الان، اي الكتروفيليك سبستيوشن هيتم على خطوتين اساسيتين. الخطوة الأولى إن البنزين رينك هتتفاعل مع الالكتروفايل،
الخطوه، بس الحاله دي هتتكسر الاروماتيست بتاعتها. يبقى الخطوه الاولى هيعمل البنزين رينج او اللي يعمل لها اكتيفيشن انها تعمل اتاك على الالكتروفايل، وفي الحاله دي هتتكسر الاروماتيست. اثنين، عايزين نرجع الاروماتيست، نعمل ايه؟ نشيل الالكتروفايل، حصل له سبستيوشن بحاجه صح؟ هنشيلها، في الغالب هيكون الهيدروجين، هنشيل البروتون ونرجع الاروماتيست تاني للبنزين رينج. يبقى دي خطوتين نحطهم في دماغنا. يبقى اول حاجه اهو البنزين رينج اللي هيعمل انيشيشن، اللون بير بتوع الاكسجين اتوم نزيل يعملوا دبل بوند، البنزين تعمل اتاك على الاسيليوم ايون. طيب خلاص دي الخطوه الاولى. لو لاحظت هلاقي البنزين رينج فقدت الاروماتيست بتاعتها، طب عايزين نرجعها تاني، تقوم البيز الالومنيوم كلورايد واخد البروتون يرجع الدبل بوند تاني للبنزين رينج، وافك البوند دي على الايه؟ على الاكسجين، كل حاجه ترجع لطبيعتها، وبالتالي احصل على هذا البرودكت. في وجود شويه ميه هكسر الايه؟ هكسر الالومنيوم، وبالتالي في النهايه، في النهايه خالص احصل على الري ارنجمنت اللي حصل عندي. طيب هنا اتكسر الاسيليوم ايون وطلع، خلاص ده مولكيول وده مولكيول، عشان كده هسميه انتر مولكيولر ري ارنجمنت، انتر مولكيولر ري ارنجمنت. طيب لو خلاص كفايه قوي الانتر مولكيولر ري ارنجمنت، مفيش داعي للانترا مولكيولر ري ارنجمنت. طيب نيجي بعد كده للرياكشنز بتاعت البنزين رينج نفسها بقى. يبقى يعني احنا دلوقتي اتكلمنا عن الرياكشنز بتاعت الفينول، بس فيما يخص الاو اتش نفسها الهيدروكسيل جروب، وده ما يتعلق بالايه؟ بالاسيديتي بتاعت الفينول. طيب لو احنا حبينا نكمل كلامنا على الرياكشنز بتاعت البنزين رينج نفسها، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ افتكر معايا اللي ممكن يحصل، الكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن على البنزين رينج. طب الالكتروفيليك اروماتيك سبستيوشن اللي هم مين؟ زي مثلا هالوجينيشن، زي مثلا نيتريشن، زي مثلا سلفونيشن. طيب تعالوا الاول ناخد البرومينيشن او الكلورينيشن. لو انا جبت برومين واتر وحطيتها على الفينول هيديني تراي بروموفينول، زيه زي الانيلين بالظبط، يديني تراي برومو انيلين 246 تراي بروموفينول او 246 تراي برومو انيلين. طيب لو انا عايز احضر مونو سبستيوتد فينول، هستخدم الكربون داي سلفايد. يبقى المونو سبستيوتد فينول هستخدم فيه الكربون داي سلفايد. ليه؟ لان ده هيقلل الالكتروفيليك باور بتاعت البرومين، وبالتالي هحصل على المونو برومو ايه؟ على المونو برومو فينول. النيتريشن طبعا ما ينفعش اجي اعمل نيتريشن للفينول زي الايه؟ زي البنزين، لا ما ينفعش. ليه؟ البنزين ستيبل عن الفينول، فلو حطيت عليه كونك نيتريك كونك سلفوركس اوكي مفيش مشكله، هيكمل عمليه النيتريشن ويطلع نيترونيوم ايون ويشتغل معايا. ولكن الفينول لا. ليه؟ لان نظرا للبوزيتيف ام افكت بتاعت الاو اتش جروب على البنزين، فبتعمل له اكتيفيشن. بمجرد ما احط سترونج اوكسيدايزنج ايجنت زي النيتريك اسيد، الرينج يحصل لها ديكومبوزيشن ويحصل لها اوكسيديشن وخلاص، فما ينفعش نهائيا اعمل دايركت نيتريشن للفينول او الانيلين، ولكن ممكن استخدم دايلوت نيتريك اسيد مع الفينول عند 25 ديجري، وفي الحاله دي هيديني تو برودكتس. اول حاجه الاورثو نيتروفينول وبارا نيتروفينول، الميجور هو الاورثو نيتروفينول والماينور هو البارا نيتروفينول. طب دول ميكشر، الميكشر دول ينفع افصلهم عن بعض؟ يعني ينفع اشيل الاورثو نيتروفينول عن البارا نيتروفينول واخد ده وحدي وده وحدي؟ ممكن. ليه؟ او ازاي؟ ايه هي الكاركترز اللي تقدر تخليك تعمل كده؟ ايه البروبرتس بتاعت الاورثو نيتروفينول؟ الاورثو نيتروفينول ممكن يعمل هيدروجين بوند، ولكن الهيدروجين بوند بنسميها انترا موليكولار، لان قلتهم على الاتش جنب بعض الاثنين بنسميه انترا يعني داخل الجزيء، انترا موليكولار هيدروجين بوند. طيب يبقى ده هيعمل ايه؟ انترا موليكولار هيدروجين بوند اللي هو الاورثو. طيب والبارا هيعمل حاجه اسمها انتر موليكولار، انتر موليكولار هيدروجين بوند. طيب بما ان ده هيعمل انتر موليكولار هيدروجين بوند، يبقى ده زي بالعربي كده بنقول كل جزيء مع نفسه، كل واحد مع نفسه. طيب معنى كده ايه؟ انه مش هيعمل هيدروجين بوند مع اللي جنبيه. طيب نيجي للبويلنج بوينت، هلاقي الموليكولز مش ماسكه في بعضيها، لا هو كل جزيء ماسك مع نفسه، فبالتالي البويلنج بوينت بتاعته قليله، السوليبيليتي بتاعته في الميه قليله، فبالتالي يبقى طالما ان البويلنج بوينت بتاعته قليله يبقى يطلع بالديستليشن سهل، يبقى يطلع بسهوله، يبقى مور فولاتيل عن الايه؟ عن البارانيتروفينول. طب البارانيتروفينول هلاقي الهيدروجين بوند الاو اتش دي مع ان او 2 في جزيء ثاني، هلاقي ان او 2 دي شبكه مع ايه؟ مع جزيء ثاني،
يعني الاو اتش مع انه اوتو من جزء ثاني، الاقي الموليكيولز شبكه في بعضيها، شبكه كده، فهلاقي الايه البويلنج بوينت بتاعتهم عاليه. يبقى انا كده دلوقتي واحد عندي البويلنج بوينت بتاعته قليله وهو الاورثونيتروفينول عشان الانترا مولكيولار هيدروجين بوندنج، وواحد ثاني الاقي البويلنج بوينت بتاعته عاليه عشان خاطر الانترا مولكيولار هيدروجين بوندنج، فبالتالي اقدر افصلهم عن بعض بالايه؟ ستيم ديستليشن. طيب ممكن واحد تاني يقول انا ممكن اعمل اكتيفيشن لعمليه النيتريشن ان انا استخدم سمول اماونت من النيتروس اسيد. اوكي استخدم سمول اماونت من النيتروس اسيد، هطلع الاورثو والبارا ميكشر، ولكن الاورثو بنسبه 70% والبارا 30%. طيب لو خدت لارج اماونت من النيتروس اسيد هطلع الاورثو 10% وهطلع الايه؟ هطلع البارا 90%، يعني هو اللي هيكون الميجور. يبقى العكس، يعني المقترح في الموضوع ده انه بيحصل انه بيتكون النيتروزوفينول اللي بيتاكسد بعد كده للايه؟ للنيتروفينول. طيب هنا في كويشن بيقول عايزين نحضر البارانيتروفينول بافضل طريقه، البارانيتروفينول ممكن نجيبه بالفينول اهوت ونحضر البارانيتروفينول، نعمل نيتروزيشن، ناخد بالنا ده اسمه نيتروزونيوم عين. لما نيجي ناخد الاروماتيست ان شاء الله بالتفصيل يبقى هنلاقي ان ده اسمه نيتروزونيوم عين، ولو هو NO2 يبقى اسمه نيترونيوم ايون. طب ده بيجي منين وده بيجي منين؟ النيتروزونيوم ايون اهو بيجي من نيتراس اسيد مع السلفوريك اسيد بيطلع لي نيتروزونيوم ايون. النيتراس اسيد HO، لو جينا نفصله كده هنلاقي HO NO مع السلفوريك اسيد H2SO4 H SO4 SO4 H. اللومبير دول هياخدوا بروتون من السلفوريك اسيد وتبقى او اتش 2 ميه جود ليفنج جروب، تسيب تاخد البوند وتطلع ويتسيب لي هنا بوزيتيف تشارج على النيتروزونيوم عين، ده اسمه النيتروزونيوم عين. لو هو ده اسمه نيتراس اسيد، نيتراس اسيد. لو انا استخدمت نيتريك اسيد هتبقى اتش او ان او 2 فيطلع معايا الايه؟ النيترونيوم عين. طيب دي اسمها ايه؟ نيتريشن. دي اسمها ايه؟ نيتروزيشن. يبقى هعمل نيتروزيشن للفينول، هديني بارا نيتروزوفينول اللي استخدمناه عشان نحضر الاندوفينول زمان. طيب بعد كده نعمل له اوكسيديشن بنيتريك اسيد هيديني البارا نيتروفينول. دي طريقه. الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه ان انا احضر البارا نيتروفينول، اجيب بارا نيترو كلوروبنزين مع صوديوم هيدروكسيد نيوكلوفيليك سبستيوشن اديشن اليمينيشن ميكانيزم، وبالتالي هيشيل الكلور ونخلي مكانها الايه؟ الاو اتش، والميكانيزم بتاعه بيمشي اديشن اليمينيشن ميكانيزم. طيب عايزين نحضر اورثو نيتروفينول، نفس الكلام هبدا من الاورثو نيترو كلوروبنزين وافعله مع الصوديوم هيدروكسيد 135 ديجري وبالتالي احصل على اورثو نيتروفينول. لو لاحظنا يا جماعه هنا التمبريتشر 135 ديجري، دي لما كانت ايه؟ نيترو جروب مع الهالوجين دي، سواء كانت في البارا او سواء كانت في الاورثو. لو كانت في البارا، لو كانت في البارا يعني 1 نيترو جروب واحده بس، في الحاله دي هستخدم 135 ديجري سواء كانت اورثو او سواء كانت بارا. طب لو عندي 2 نيترو جروبس هتبقى درجه الحراره 100. طب لو عندي 3 نيترو جروبس هتبقى درجه الحراره 35. يبقى هبدا من 135 لو كانت عندي 1 نيترو جروب سواء اورثو او بارا. لو عندي 2 نيترو جروبس في الاورثو والبارا يبقى 100 ديجري، لو عندي 3 نيترو جروبس يبقى عندي 35 ديجري. طبعا كل ده هيحصل من نيوكلوفيليك سبستيوشن اديشن اليمينيشن ميكانيزم، اشيل الهالوجين واحط مكانها الايه؟ الاو اتش. طيب ازاي نحضر الميتا نيتروفينول من الميتا داينيترو بنزين؟ ميتا نيتروفينول من الميتا داينيترو بنزين بمنتهى البساطه، هعمل سيلكتيف ريدكشن وده هناخده في الاروماتيك امين ان شاء الله. هيحول النيترو جروب دي يعمل لها ريدكشن يخليها لي ان اتش 2 في وجود طبعا الان اتش 2 دي بقى هعمل لها، اقدر اعمل لها تفاعلات كتيره جدا من ضمنها سند مير رياكشن ان انا اعمل لها ديازوتايزيشن في اسيديك ميديم. لو استخدمت صوديوم نيترايت مع سلفوريك اسيد يديني ديازونيوم سلفيت، صوديوم نيترايت اتش اس ال يبقى ديازونيوم كلورايد. يبقى الديازونيوم داي، لما اقول داي as onium داي يعني 2 2، as اللي هي نيتروجين يبقى في 2 نيتروجين جنب بعضيهم اللي هم بالايه؟ بالمنظر ده، ده ايه؟ ده يزنوا ادي N2 يبقى N2 يعني عشان كده بنسميه داي as، وعشان كده الكاتايون اللي موجود عندي ده فبقول عليه اونيوم دايازونيوم سولت. هسخنه مع ميه على طول هيحصل ريبليسمنت للمجموعه دي كلها او اتش، وهناخد ان شاء الله في ساند مير رياكشن ان الدايزونيوم جروب دي نقدر نشيلها ونعملها سبستيوشن بحاجات كتيره جدا 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 جدا.
لو عملنا هيدي مرتسم ايودايد شيل احط ايودايد، ارسم سيانايد شيل احط سي ان، كوبراس ايودايد، كوبراس برومايد، كوبراس سيانايد، اي حاجه من الحاجات دي، اتش 3 بي او 4 يشيلها خالص، وفي الحاله دي يعمل دي امينيشن. طيب نكمل هنا، عايزين يحضر ميتا نيتروفينول من الانيلين، ادي الانيلين وادي الميتا نيتروفينول. طيب لو انا لاحظت حاجه هنا، هنا في ان اتش 2 بقت او اتش، والجديد في نيترو جروب في الميتا بوزيشن. طيب هل ينفع اقدر اعمل نيتريشن في الميتا بوزيشن هنا للانيلين واكمل ونرجع بقى؟ احنا هنا قلنا ان اتش 2 سهله اهي، نحولها للديازونيوم وبعدين الديازونيوم نحولها الى الاو الى الاو اتش. طيب ال NH2 الى ديازونيوم وبعد كده تبقى OH. طب ما انا ممكن اعمل كده، اجيب النيترو جروب في الميتا بوزيشن، اجيب النيترو جروب في الميتا بوزيشن وبعدين احول ال NH2 لل OH، خلاص يبقى الموضوع بسيط. ازاي اجيب النيترو جروب في الميتا بوزيشن؟ طبعا زي ما احنا عارفين ال NH2 بيتوجه اورثو بارا، طب مش هينفع اعمل نيتريشن على طول، وبعدين الكونك نيتريك زي ما احنا قلنا ما ينفعش اعمل دايركت نيتريشن للانيلين لان الرينج هتتاكسد، وحتى لو عملت نيتريشن هتروح في الاورثو اساسا مش هتروح في الميتا بوزيشن. طب الحل ايه؟ ان انا هفعله مع اكسس سلفوريك اسيد، هيقوم يحول ال NH2 الى NH3. طب ال NH3 دي بسميها كواترنري امونيوم سولت، الكواترنري امونيوم جروب دي سترونج نيجاتيف اندكتيف اند نيجاتيف ام جروب، ليها سترونج الكترون ويزدرونج افكت، سترونج الكترون ويزدرونج افكت بتوجه متى. فالحاله دي لو عملت نيتريشن بقى بالكونك نيتريك اتس اوكي، مفيش مشكله اصلا الرينج دي اكتيفيتد، يبقى اعمل نيتريشن عادي هتروح في الميتا بوزيشن خلاص، يبقى انت كده جبت النيتو جروب. فاضل ايه؟ ال ان اتش 2 تعمل لها سيادتك ديازوتايزيشن، يبقى انا فعلا زي ما عملنا فوق هنا بالظبط الخطوتين دول، الديازوتايزيشن الخطوه دي اسمها ديازوتايزيشن، دي اسمها ديازوتايزيشن، وبعدين هيدروليسيس، يبقى هعمل ديازوتايزيشن وبعدين هيدروليس، احول ان اتش 2 الى ديازونيوم سلفيت وبعدين ال او اتش. طيب هنا عايزين نحضر البيتريك اسيد، البيتريك اسيد اللي هو 2 4 6 تراينيترو فينول. طيب هنجيبه منين؟ من الكلوروبنزين، هعمل نيتريشن احصل على الداينيترو كلوروبنزين. طيب اكوا صوديوم هيدروكسيد هنا هنستخدم 100 ديجري، احنا لسه قايلين عليها من شويه، اللي هو عباره عن اديشن اليمنيشن نيوكليفيليك سبستيشن رياكشن. Addition, elimination, nucleophilic substitution reaction. هيحصل substitution للكلور وتبقى OH. واحصل على ايه؟ 2,4-dinitrophenol. طيب اعمل بقى نيتريشن خلاص مفيش مشكله هنا، لان الرينج هنا التو نيترو جروبس دول عاملين دي اكتيفيشن انف ان انا اقدر اعمل دايركت نيتريشن وبالتالي احصل على 2,4-6-trinitrophenol. واحد يريح دماغه على طول ويجيب بين 2,4-6-trinitrobicryl chloride. هيشيل طبعا ايه اللي ناقص هنا؟ الكلور دي تبقى او اتش، مجرد ان انا احط واتر على طول هتتحول الى او اتش. طيب بعد كده السلفونيشن، ده رقم ثلاثه من الرياكشنز اللي بتتم على البنزين رينج، السلفونيشن. السلفونيشن طبعا ده هيعتمد على تمبريتشر، كاينيتيكال كنترول رياكشن وثيرموداينامكال كنترول رياكشن. لو عند 25 ديجري في الروم تمبريتشر هحصل على الاورثو سلفونيك، ولو عند 100 ديجري هحصل على البارا سلفونيك. طبعا انا ممكن اعمل هيتنج ده عند 100 ديجري اوصله للبارا. طيب متى عايزين نحضر الميتا فينول سلفونيك اسيد، ميتا فينول سلفونيك اسيد. طب ممكن نجيبه منين؟ ممكن نجيبه من البنزين ميتا داي سلفونيك اسيد، بنزين ميتا داي سلفونيك اسيد. هعمل فيوجن مع، لو تفتكروا احنا من ضمن الطرق اللي احنا ذكرناها في الدرس بتاع الفينو ان انا اعمل فيوجن للبنزين سلفونيك اسيد مع بوتاسيوم هيدروكسيد او مع صوديوم هيدروكسيد، هيشيل السلفونيك جروب ويحط مكانها الاو اتش سبستيوشن. طيب هنا انا عندي تو سلفونيك جروبس، تو سلفونيك جروبس لو عملت فيوجن مع بوتاسيوم هيدروكسيد بس 1 مول هيحول لي واحده من دول الى او اتش. طبعا هو بوتاسيوم صوت لان احنا مستخدمين البوتاسيوم هيدروكسيد، واحنا قلنا الفينول اسيد فاسيد في وجود البيز هيعمل لي صوت اللي في النهايه اعمل له اسيدفيكيشن واحصل على الايه؟ الميتا بنزين سلفونيك اسيد. كولب رياكشن، كولب رياكشن دي من الرياكشنز اللي بتتم على البنزين رينج، بيجيب الفينول هنفعله مع الكربون دايوكسيد في وجود صوديوم هيدروكسيد كبيز، هيديني في النهايه سلسليك اسيد. السلسليك اسيد ده اللي احنا عايزين نعمله، ده السلسليك اسيد. طيب الفينول مع الصوديوم هيدروكسيد الاول هيديني الفينوكسيد، الفينوكسيد الفينوكسيد هيتفاعل مع الكربون دايوكسيد. احنا متفقين بقى دلوقتي من اول الرياكشنز دول
كول بي اكشن وريماند تايم رياكشن وليتر من هيز رياكشن. الثلاثه دول الفكره بتاعتهم بسيطه جدا جدا، ان انا بحضر ان الرياكشن بتاعهم عباره عن الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. طيب نحط في دماغنا كده ان الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن هيعتمد على خطوتين اساسيتين، ان انا اعمل جنريشن للالكتروفايل والبنزين تعمل اتاك على الالكتروفايل وتفقد الاروماتيست بتاعتها، ادي واحد. اثنين، ان انا اعمل اشيل البروتون من على البنزين رينج في المكان اللي حصل فيه السبستيوشن واعمل ريتين للاروماتيست، دي الخطوه بتاعتي. يبقى الخطوه الاولى جنريشن للالكتروفايل والبنزين تعمل اتاك على الالكتروفايل بتاعي وتخسر الاروماتيست بتاعتها، دي واحد. اثنين، اشيل البروتون في المكان اللي حصل فيه السبستيوشن وارجع الدبل بوند للبنزين وبالتالي ارجع الاروماتيست للبنزين رينج. طيب تعالوا نشوف الكلام ده يحصل معانا ولا لا. اول حاجه ادي الفينوكسايد باللون بير هتنزل تعمل دبل بوند، افك البوند واعمل اتاك على الايه؟ على الكربون. طبعا الكربون هنا فيه بارشل بوزيتيف على الكربون وهنا فيه بارشل نيجاتيف على الايه؟ على الاكسجين. طيب اللون بير لما تنزل تعمل دبل بوند والبنزين تعمل اتاك على الكربون تتفك البوند على الاو، هحصل على الايه؟ هحصل على البرودكت ده، يبقى انا كده فقدت الاروماتيست للبنزين رانج. طيب الخطوه الثانيه هشيل البروتون في المكان اللي حصل فيه السبستيوشن، مش ده المكان اللي حصل فيه السبستيوشن، يبقى انا هشيل من عليه البروتون وارجع الدبل بوند للبنزين وارجع الاكسجين اتوم ارجع لها الدبل بوند بتاعتها، يبقى اصبح عندي ايه؟ اصبح عندي طلعت البروتون وعملت ريتين للاروماتيست بتاعتي. خلاص؟ وبالتالي حصلت على السلسليك اسيد صوديوم سولت. اعمل له اسيدفيكيشن احصل على السلسليك اسيد. طبعا ده السلسليك اسيد حصل كربونيشن في الاورثو بوزيشن. طيب لو انا رفعت درجه الحراره اعلى من عن اعلى من 140 درجه هحصل على البارا ايزومر. طيب ريمر تايمن رياكشن بيجيب الفينول مع الكلوروفورم والصوديوم هيدروكسيد هيحصل فورميليشن في البوزيشن اورثو. طيب تعالوا نشوف كده عشان نحصل على السلسله الضعيد. لو انا عملت ده وخدته وعملت له اوكسيديشن هحصل على السلسليك ايه؟ اسيد اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه. طيب الميكانيزم بتاعه ازاي؟ احنا بنستخدم ايه؟ كلوروفورم وصوديوم هيدروكسيد. ادي الكلوروفورم مع الصوديوم هيدروكسيد هيديني داي كلورو كاربين. داي كلورو كاربين. طب الداي كلورو كاربين ده هو الالكتروفايل بتاعي؟ اي نعم هو الالكتروفايل. طب ازاي هو عليه نيجاتيف تشارج؟ لان الداي كلور دول ستيل موجودين والكترون ويزدرون جروب سترونج الكترون ويزدرون جروب فبيخلوا لي الكربون برضو ستيل الكترون ديفيشن شويه. طيب يبقى الفينول مع الصوديوم هيدروكسيد هيديني الفينوكسايد عشان يزود الرياكتيفيتي بتاعته. اللون بير تنزل تعمل دبل بوند تفك البوند وتعمل اتاك على الداي كلورو كاربين اللي هو الالكتروفايل، ودي قلنا عليها الخطوه الاولى ان البنزين تعمل اتاك على الالكتروفايل. مين اللي هيعمل انيشيشن للخطوه دي؟ البوزيتيف ام افكت بتاعت الاوكسجين تنزل تعمل دبل والتالي تعمل اتاك على ايه؟ الداي كلورو كاربين اللي هو الالكتروفايل، وتتكسر الاروماتيست بتاع البنزين رينج انها بتديني ستيبل سيجما كومبلكس او ستيبل ارينيوم ايون ستابلايزد بالايه؟ بالريزونانس. الخطوه الثانيه هنشيل البروتون في مكان السبستيتيوشن، مين اللي هياخده؟ النيجاتيف تشارج اللي موجود على الداي كلور كاربين، تعمل ابستراكت البروتون ينزل يعمل دبل بوند ارجع الايه؟ افك البوند على الاكسجين ثاني من جديد وبالتالي ارجع الاروماتيست، انا كده رجعت الايه؟ الاروماتيست. يبقى البنزين تعمل يحصل لها انيشيشن بالاتاك البوزيتيف ام افكت بتاع الاكسجين، تعمل اتاك على الالكتروفايل تكسر الاروماتيست. الخطوه الثانيه شيل البروتون في مكان السبستيوشن وارجع الدبل بوند للبنزين وبالتالي ارجع الاروماتيست. خلاص هنا بقى دلوقتي السي اتش سي ال 2 تبقى هتبقى سي اتش او ازاي في وجود 2 مولز من الميه جزيئين ميه. الكلور دي يحصل لها سبستيوشن بي او اتش والكلور الثانيه بي او اتش وبالتالي هتبقى كده ادي السي اتش كل واحده من دول كل كلور من دول هنشيلها ونحط او اتش للميه والثانيه هتبقى او اتش. ده بنسميه جيمينال دايول ان ستيبل، طلع كده ميه منه ثاني طلع ميه يبقى عندي ايه؟ سي اتش او. يبقى انا كده جبت مجموعه CHO في الاورثو بوزيشن. طيب ليترال مانيز رياكشن ده بيحضر الهيدروكسي ميثيل فينول، بيفعل الصوديوم هيدروكسيد مع الفورمالدهايد، مع الفورمالدهايد هيجيب لي هيدروكسي ميثيل جروب في البارا بوزيشن وده ميجور وفي الاورثو بوزيشن وده ماينور. طب الميكانيزم بتاعه مش ازاي؟ برضه الكتروفيليك رياكشن، يعني ايه؟ البنزين هتتفاعل مع الالكتروفايل. طبعا لو لاحظت هتلاقي كلهم البنزين الفينول في وجود الصوديوم هيدروكسيد، ليه؟ عشان يديني الفينوكسيد والفينوكسيد ده ماتش مور رياكتيف. طيب فين الالكتروفيليك رياكشن اللي هيحصل هنا؟ اهو هتبقى هنا النيجاتيف تشارج هتنزل تعمل دبل، تتفك البوند تجيب لي هنا دبل، تتفك البوند تجيب لي هنا، يبقى النيجاتيف تشارج اللي هتتكون هتروح في البارا بوزيشن او في الاورثو، يعني لو الرياكشن بتاعها هيمشي في الاورثو هيبقى وقف النيجاتيف تشارج عند الاورثو،
لو في البارا يبقى نوصلها لحد الايه البارا، وبعدين نيجي في تشارج تعمل اتاك على الكربون. طبعا زي ما احنا عارفين الكربون دي عليها بارشال بوزيتيف والاكسجين دي عليها بارشال ايه بارشال نيجاتيف. خلاص يبقى نيجي في تشارج تعمل اتاك على الكربون، تتفك البوم على الاكسجين. خلاص الاكسجين دي بقت عليها ايه نيجاتيف تشارج اهي، بقت عليها نيجاتيف تشارج. طيب طبعا سيادتك كده احنا كسرين الاروماتيستي، الخطوه الثانيه نعمل ايه؟ نطلع البروتون في مكان السبستيتيوشن اللي حصل في الايه سبستيشن. طب النيجاتيف تشارج دي واخد البروتون دوت، ارجع دبل بوند للبنزين، وبالتالي ارجع الاروماتيست للبنزين يعني من جديد. خلاص في الاخر طبعا هعمل اسيديفيكيشن علشان خاطر دي هتبقى الكوكسايد، هتبقى فينوكسايد اللي هي هتبقى او نيجاتيف في الاخر يعني، فتقوم واخد البروتون من الاسيديك ميديم فتبقى او اتش. يبقى انا كده جبت هيدروكسي ميثيل جروب، هيدروكسي ميثيل جروب في ايه في البارا بوزيشن. لو انا عملت اكسس من الفورمال دهايد والصوديوم هيدروكسيد هيحصل بوليمرايزيشن ويديني بوليماريك ستراكشر اسمه بيك لايت اللي هو فينول فورمال دهايد ريزن. طيب ده بالنسبه لجزئيه الفينول. بالنسبه للارايل ايثر اتكلم عنها برضه باختصار، ارايل ايثرز ميثايل فينايل ايثر، ايثايل فينايل ايثر، او داي فينايل ايثر، او داي ميثايل ايثر، كل دول بنسميهم الايه الايثرز. طيب طرق تحضيره بمنتهى البساطه، لو انا عندي فينوكسايد، الفينوكسايد طبعا اللي هو الفينول مع الصوديوم هيدروكسيد من الفينوكسايد، الاو ان ايه الاو هتبقى عليها نيجاتيف تشارج، تقدر تعمل اس ان 2 اتاك على سي اتش 2 وتخرج الايودايد، ده عباره عن الكايل الكايل ايودايد اس ان 2 رياكشن، ويديني ايثايل ايثايل تولايل ايثر، ايثايل تولايل ايثر. طيب الفينول مع الصوديوم هيدروكسيد يديني الفينوكسايد، افعله مع الدايميثايل سلفيت ميثيليشن هيديني ميثايل فينايل ايثر. او ممكن اجيب برضو الفينول مع الصوديوم هيدروكسيد يديني الفينوكسايد، الفينوكسايد ممكن يتفاعل مع الالكايل توسيليت. اتس اوكي مفيش مشكله، الفينول هنا هيعتبر هنا الفينول هنا في جميع التفاعلات دي كلها الفينول نيوكليوفايد. اهو نيوكليوفايد يعمل اتاك على الار، تخرج المجموعه دي كلها از ليفنج جروب، وبالتالي يديني الكايل ارايل ايثر او الكايل فينايل ايثر، لان التوزيليت دي عباره عن جود ليفنج جروب، زيها زي الايودايد دي يا جماعه، زيها زي الايه؟ زي الايودايد بالظبط، تعتبر جود ليفنج جروب. فاحنا ممكن نجيب طبعا عشان افاعل الفينول مع الالكوهول صعب، الالكوهول الاو اتش باد ليفنج جروب، فبالتالي يقوم يحول الاو اتش بتاعت الالكوهول بالتفاعل مع التوزيليت اللي احنا اخذناها لو تفتكروا في المحاضره بتاعت الالكوهول، قلنا ازاي نفاعل الالكوهول، لان طبعا الاو اتش باد ليفنج جروب، فقلنا من ضمن الرياكشنز بتاعتها ان انا احول الاو اتش الى توزيليت او ميزيليت، هي دي اللي معايا التوزيليت اللي هي تولوين سلفونايل كلورايد، وانا حاطط لكم الاستراكشر بتاعه اهو، تولوين سلفونايل كلورايد بارا تولوين سلفونايل كلورايد اللي هو الايه اختصار بتاعه تي اس سي ال، بيتفاعل مع الالكوهول في وجود البريدين، وبالتالي يديني الالكايل توزيليت. الالكايل توزيليت توزيليت تعتبر اكسلنت ليفنج جروب، تطلع والفينوكسايد يعمل اتاك على الار ويديني الالكايل فينوكسايد. كلايسن ري ارانجمنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ري ارانجمنت للالايل فينايل ايثر عند 200 ديجري، بيديني ايه؟ اورثو الايل فينول. طيب الكلام ده بيحصل ازاي يا جماعه؟ او خلينا الاول بيحصل ري ارانجمنت عند 200 ديجري في الاورثو بوزيشن. طيب ساي ان التو اورثو بوزيشنز بلوكت، مقفولين الاثنين، ايه اللي هيحصل؟ هيروح سيادته في البارا، يبقى انا هحصل على ايه؟ الالايل ارايل ايثر عند 200 ديجري لو التو اورثو بوزيشنز بلوكت، معناها ان الالايل جروب هتروح فين؟ في البارا بوزيشن، واحصل على بارا الايل ايثر. الميكانيزم بتاعه عباره عن 3 3 سيجما تروبيك شيفت. يعني ايه 3 3 سيجما تروبيك شيفت؟ ادي مجموعه الالايل اهي، لو انا رسمت الالايل شايفين اللي هو باللون الاحمر ده، الالايل دي واحد الكربون رقم واحد، خليني اعمل كده عشان ايه ما اكبرهاش قوي. وادي اتنين وادي تلاتة، ناخد بالنا بقى دي تلاتة، وهنا ادي واحد ادي اتنين وادي تلاتة. طيب هيحصل ايه؟ انا بقول شيفت، شيفت لايه؟ شيفت للسيجما بوند اللي موجودة ما بين واحد واحد الى تلاتة تلاتة، يعني السيجما بوند دي هتنتقل من هنا الى ايه؟ الى ما بين 3 3، يعني هتتكون هنا سيجما بوند جديده، هتتكون هنا سيجما بوند ايه؟ سيجما بوند جديده. خلاص؟ طيب يا ترى الميكانيزم بتاعها الانيشيشن بتاعها يحصل ازاي؟ اول حاجه هتتكسر البوند ما بين واحد واحد اللي احنا قلنا عليه،
وتنزل تعمل دبل بوند، وتنزل تعمل دبل بوند، تنزل تعمل دبل بوند. طيب وبعدين دي تنزل تعمل دبل بوند، وبعدين اكسر البوند دي اعمل اتاك على الكربون دي. هنا ستوب بقى. الخطوه دي برضه هتعتبر فيها جزئيه كده من الالكتروفيليك سبستيوشن. يعني ايه؟ يعني البنزين رينج هتعمل اتاك على الكربون كالكتروفايل، تقول تتكسر الاروماتيست بتاعت البنزين رينج. وفي الخطوه الثانيه ناخد البروتون في المكان اللي حصل فيه السبستيوشن ونعمل ريتين للاروماتيست بتاعت البنزين رينج. احنا كده اهوت كل تقريبا الرياكشن ميكانيزمز فيها شبه كبير من بعضيها. يبقى نكمل كلامنا. هتعمل يحصل شيفت للباي بوند وتتكون بوند جديده ما بين الكربون رقم 3 هنا والكربون رقم 3، وبعدين طبعا ري ارنجمنت بيحصل، الدبل بوند تتكسر تكون دبل بوند، ودي اوريدي كده ايه؟ دي كده البوند دي اتكسرت. خلاص؟ طيب ده الناتج النهائي الجديد اهو. طيب هنا دلوقتي لما حصل اتراكشن ما بين الكربون دي والكربون دي، اهي بص كده معايا CH2 CH CH2، وطبعا حصل شيفت للدبل بوند هنا بقت ايه؟ بقت دبل بوند. طيب الخط دي الخطوه الاولى ودي طبعا سلو. الخطوه الثانيه طبعا هنشيل البروتون دوت ونرجع الدبل بوند للبنزين رينج، وبالتالي نرفع البوند على الاكسجين اللي هي هتاخد هذا البروتون. يبقى الاكسجين اتوم تاخد البروتون ده في النهايه، فتبقى ايه؟ فتبقى او اتش، وبالتالي ترجع الدبل بوند للبنزين رينج، وبالتالي ترجع الاروماتيست ثاني من جديد، ويبقى ايه؟ المركب بتاعي ستيبل. طيب يبقى حصل شيفت للسيجما بوند من 1-1 الى 3-3، عشان كده بقول عليه ايه؟ واحد بقول عليه 3-3 سيجما تروبيك، سيجما تروبيك شيفت. طيب انت عندك دليل ان الكربون اتوم دي، ان الكربون اتوم دي هي اللي شبكت في الرينج، في دليل نقدر نقول عليه كده؟ ان هم استخدموا الكربون 14 اللي هو الايزوتوبيك كربون اللي هو الكربون المشع، استخدموه فوجدوا ان الكربون دي بالتحديد هي اللي بتبقى ايه؟ دايركتلي اتاتشد على الرينج. طيب الكلام ده عملوه ازاي؟ اهو جابوا الكربون 14 وعملوه ليبلنج للكربون دي، حصل لها دايركتلي اتاتش على الرينج، فقالوا بقى في الفعل ده ايه؟ ده الميكانيزم اللي بيحصل معايا. ده الميكانيزم اللي بيحصل معايا. يبقى اذا الميكانيزم كلايسن ري ارانجمنت عباره عن ري ارانجمنت للالاين فينايل ايثر عند 200 ديجري، بيحصل في الاورثو بوزيشن، ولو الاورثو بوزيشنز بلانكت هيروح في الايه؟ هيروح في البارا بوزيشن. والميكانيزم بتاعه عباره عن 3 3 سيجما تروبيك شيفت، واثبتوا هذا الكلام باستخدام الكربون 14. ناخد بالنا يا جماعه من النوتس دي ونراجعها كويس مع المحاضره دي، تعتبر ريفيجن كده عن بعض البوينتس اللي موجوده في المحاضره. ودي كويزز طبعا تتسلوا فيها كده ان شاء الله ايه في تذاكروها، وبرضه دي يعتبر بتلم اجزاء كبيره من المحاضره، ودي برضه تكمل على ايه؟ على الكويزز بتاعتنا. وبكده ان شاء الله نبقى انتهينا من المحاضره دي ان شاء الله الفينول. المره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن الكربوكسيليك اسيدز، وطبعا هنتكلم بنفس الطريقه ان شاء الله، هنتكلم الفيزيكال بروبرتس والكيميكال بروبرتس بتاعت الكربوكسيليك اسيد. وكده بقى انتهينا ان شاء الله من محاضره اليوم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.